السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وغادي نتكلموا على الشوط الثاني والشوط الاول. الشوط الثاني وين السينيغال امام قطر، يعني نقولوا باللي قطر منتخب يعني ابهر. قلنا باللي غادي بالك يعاود، بصح شاهدنا باللي ضعيف في الدفاع، ضعيف في الوسط، حتى في الهجوم. يعني وين شاهدنا وين كانت عندهم يعني احتجاج واحد فقط على ضربه جزاء، يعني ما اللي ما كاش ضربه جزاء غير شرعيه عاديه. وين السينيغال فريق قوي بدنيا تكتيكيا وفنيا، يعني عادي. قطر لا تملك انسجام ولا توازن بين الخطوط. المنتخب القطري يلعب يعني بعشوائية وقلة التركيز وخطأ بوعلام كان سبب عدم جاهزية الذهنية للمباراة. فرصة قطر يعني في العودة في يعني وإن لو يستطيع نقولوا بلي ما كاش يقولوا بلي المنتخب تاع قطر يعني اول المغادرين، يعني هو منظم واول منتخب يعني وان شاء الله وين بوعلام ماشي خوخي ولا اسود. اليوم بالنسبه للقطريين ما كاش مباراه، يعني ما كاش رانا نشوفوا بلي ما يعني ما كاش البنت الاول مين جا من عند الغلطه تاع اللعاب بوعلام الخوخي، يعني عدم سوء التقدير للكره. هدف ثاني شاهدنا كيف تسجل، هذا هما ما لا غالب هذه مستوى، ذاك هو مستوى تاع قطريين. ما نقولوش حنا مستوى نقولوا بلي غادي يكون مستوى كبير ولا، يعني وين نقولوا باللي قطريين شكرا لكم مشجعين قطريين وين يرتادون شرادة تاع فلسطين، يعني الاخرى هذيك البوندا تاع فلسطين. رد على افتزاز وزارة الداخلية الألمانية يعني التي حضرت مباراة بلادها ضد اليابان وهي ترتدي شرارة حب واحد للتعبير عن دعمها للمخنثين في حد يعني في اتخاذ منع قطر ظهور بمثل هذه الإشارة، يعني إشارات خلال مباريات كأس العالم. يعني وين تحسب هذه تنحسب لخاوتنا القطريين وين مازال نقولوا بلي القطريين ما غاديش ترقد لهم فمك، ما غاديش تحبس لهم فمك. القطريين سوف يعملون من أجل يعني نقولوا قطر متكامل ينقصه، نقولوا بلي يعني شو كيفاش مدافعين ليس بأقوياء ولاعبين وسط، يعني ليس بفنيين ومهاجمين ليس بقناصين، يعني رغم أن نقولوا بلي المهم السنغال يعني لازم نقولوا بلي السنغال يعني وين برهنت وين بداية هذا وين الدوزيام ماتش تروازيام ماتش يبداو المباريات تاع الصح، نبداو نشوفوا يعني الفنيات والقوه البدنيه تاع اللاعبين، يعني بزاف صوالح نشوفوهم لان المباريات سوف يعني تحسم. كاين المباريات غادي تحسم في الجوله الثانيه وكاين المباريات اللي غادي تحسم يعني في اخر جولات. يعني واش عندنا وين نقولوا باللي اليوم وين القطريين يعني وين امام منتخب يعني منتخب السنغالي كانت نقولوا بلي ما كانت سيطره كليه من جانب المنتخب السعودي. لا غالب عم يقلبوها من يدوها السنغاليين من أبغى نشوف بها على باك راهم في ربع خطرات يقلبوها من يدوها السنغاليين من صورتو ميليو تيرا يا ودي شا كديرا تقيس فيها يا ودي روح على الخوخ تقول راه خويا يلعب عمري شيطان جلا يطير يطير اصاحبي لا يطير
او ديرو التربولار ولا كما تكلا حسبه سهله يا ودي، على بالك بلي غادي نقول لك كيما هكا غادي يزيدوا يماركو لهم. خاتهم راهم القطريين وراهم يحوسوا على 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 بنت، بصح ما نساو بلي السرعه تاع راك تشوف ودي صعاب، صعيبه عليكم اودي والله لا صعيبه، ما هي سهله، ما هي سهله، صعيبه صعيبه بزاف. خاطش على دفاع، ما نقولوش دفاع متوسط، خط وسط ميدان متوسط، امام من امام امام السنغاليين، انت تلعب له السنغال تلعب له. وقلت لك قلت لك الخطه اللي دخل بها لونترينير خطه واعره شويه، يعني خطه صعيبه، 5-3-2 غادي يغبنوك يغبنوك، خاطش ما عندكش لاعبين اقوياء بدنيا وفنيا يعني ودفاع وكلش، ما عندكش تبغي تحافظ على الدفاع، بصح الميليو تيرا غادي ياكلك. عرفت شو كيفاش قلب لك في بروميير ميتو 20 مينيت الاولى قلب لك اللعب، ولا يلعب لك 4-4-2، عرفت شو كيفاش قلب لك اللعب، تخلك بخطه ومن بعد قلب لك ايليو سيسي قلب لك اللعب. بروميير ميتو 20 مينيت الاولى مازال دروك يلعب بيها، مازال دروك يلعب لك بيها، يا سبحان الله رانا نشوفو. سهلة، انت ما تلعبلوش بهذيك، ما تلعبلوش بهذيك الخطة، هذيك الخطة ما تلعبش بيها، خطة واعرة عليك هذيك، أنا نقول لك خطة واعرة صاحبي، راهي زعقة ولا، تلعب لها أنتيا قدام السنغال، نجوم تاع السنغال، عراوي راه وين نقولو قطر، السنغال، يعني وين صحا دايا الذي سجل الهدف الأول في الشوط، الشوط الأول في الدقيقة 41. يعني وين الهدف الثاني فامارا اللي سجل الهدف الدقيق في بداية الشوط الثاني، قطعوا غلياس الاولى تخلك شو الاولى وساعة تخلع بخمسة اثنين خمسة ثلاثة زوج، الإيليو سيسي تخلك بخطة 4-2-3-1، بعد يقلب لك الخطة ولا يلعب لك 4-4-2، شو كيفاش؟ والغلطة الأولى تاع الخوخي، الغلطة الأولى تاع الخوخي صاحبي، يعني خوخي بو علام خوخي هذاك غلطة تاعو البنت الأول، شيطان قارنت لاربي تاعك انت أو تاع لافو تاعك، جانا وين مشعل عيسي، يعني بيدرو هذا خوخي بو علام، وين ديرو والو، غادي ديرو والو. عمرك أو شو كيفاش لازم هما راهم يحوسوا على الهدف الثاني، يعني راك تشوف كيفاش روح العب 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 مازال العب، راك تلعب هذا اللعب، قادرين قادرين تمركو لهم، قادرين تمركو لهم، قادر تمركي للسنغال بصح ماشي بهذا الطريق، قادر تماركي له، قادر تماركي له، العب شو اللعب اللي يلعبوا فيه قادر يماركي له. هذاك محمد مونطاري هذاك، هذا محمد مونطاري قادر، على بالك شو دخل منا قادر يماركي محمد مونطاري هذا، هذا ورا يدور مليح، شو دخل من شو كيفاش شو كيفاش شو 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 عرفتو الاولى ضيعها، ضيع الاولى قادر يماركي. خاطرك حسن هذاك حسن الهندوسي مكان والله ماشي مكان والو، ما دار والو، دخل هذا مونطاري غادي يكون تكون شويه تكون شويه اللعب، هذه هي محمد مونطاري هذا هو، روح 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 هادو هاليك ها ماركا هالي ها البنت ماركاي هادو هذا هو اللعب، هذه هي. وين رغم ان السيطره يعني وين راهي السنغاليه امام قطريين، المهم مباراه مباراه اللي نقولوا بلي راهي تلعب على غادي تلعب على جزيئات صغار، يعني مش عندنا يعني مش عندنا ماندي في الحراسه، يوسف صابيلي كوليبالي يعني يعني دايا ادريسي، عندنا كيفاش اسماعيل
هادو هما وين نقولوا بلي مش عندنا وين المنتخب القطري وين يريد تعديل النتيجه، لكن حذر بعد نهايه المباراه سوف نتكلم. ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو، وان شاء الله معكم ديما بجديد. واللي مشي ابوني ابوني معنا، وربي يحفظكم خوتي. صحيتو.